بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس 17. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله، الله عليم حكيم. وصية من الله والله عليم حليم. تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. في هذه الآيات الكريمات بيان ميراث الزوجين كل من صاحبه، وفيها ميراث الإخوة لأم، وفيها الوعيد على من يغير فرائض المواريث التي شرعها الله سبحانه، وفيها الوعد لمن التزم بما شرعه الله سبحانه وتعالى فيها. قوله سبحانه: ولكم، هذا خطاب للأزواج. نصف ما ترك أزواجكم، يعني من الأموال، وهذا فرض الزوج في ميراثه من زوجته إذا لم يكن لها ولد، سواء كان ولد صلب أو كان ولد ابن مهما نزل، سواء كان ذكرا أو أنثى، سواء كان واحدا أو متعددا، فإن كان لها ولد فإنه ينتقل من ميراث النصف إلى ميراث الربع، وهذا ما يسمى بحجب النقصان. فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين. هذا كما سبق أن المواريث لا تأتي ولا تنفذ إلا بعد تقديم وفاء الديون التي على الميت وتنفيذ الوصية الشرعية، فما بقي بعد الديون وبعد الوصية الشرعية فإنه يكون للورثة، ومن جملتهم الزوجات، من جملتهم الأزواج مع زوجاتهم. ثم قال سبحانه وتعالى: ولهن الربع مما تركتم، ولهن أي زوجاتكم الربع مما تركتم من التركة إن لم يكن لكم ولد بهذا الشرط. فشرط نفي الولد في ميراث الزوجة من زوجها كما شرطه في ميراث الزوج من زوجته. فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. فينتقل تنتقل الزوجة من ميراث الربع
مع وجود الولد من زوجها إلى ميراث الثمن، وإن كانت واحدة أخذته أو أخذت الربع إذا لم يكن له ولد، وإن كن متعددات إلى أربع نسوة فإنهن يشتركن في الربع أو في الثمن. من بعد وصية توصون بها أو دين، هذا كما سبق، وكرر الله هذه الجملة في كل المواريث أنها لا تكون ولا تحصل إلا بعد إيفاء الديون عن الميت وتنفيذ وصيته الشرعية. ثم قال سبحانه وتعالى: وإن كان رجل، وإن كان يعني الميت، وكان هنا تامة، وكان هنا تامة يعني وإن وجد رجل يورث كلالة، كلالة حال منصوب على الحال، والكلالة من لا والد له ولا ولد، وإنما يرثه إخوته أو حواشيه، سمي كلالة لأنهم تكللوه من الجوانب، فالولد والوالد طرفان والإخوة حواشي يتكللون به من جوانبه، ولهذا يسمون بالحواشي. أو امرأة، أو كان الميتة الكلالة امرأة وله أخ أو أخت، فلكل واحد منهما السدس. المراد بالأخ هنا والأخت من الأم، وهذا بالإجماع أن المراد بالأخ هنا أو الإخوة مراد بهم من الأم، لأن الإخوة الأشقاء ذكر ميراثهم في آخر السورة في قوله: يستفتونك في الكلالة. ولأن العلماء أجمعوا على أن المراد بالإخوة هنا الإخوة لأم، فإذا كان الأخ لأم واحدا ذكرا كان أو أنثى فله السدس، له أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. فإن كانوا أكثر من ذلك، يعني أكثر من واحد بأن يكونوا اثنين فأكثر، فلهما الثلث مما ترك، ينتقلون من ميراث السدس للفرد إلى ميراث الثلث للجماعة فرضا. فهذا ميراث الإخوة لأم فرادى أو مجتمعين وهو فرض، وأما الإخوة لغير أم فإنهم يرثون بالتعصيب كما يأتي. فهذا من الفوارق بين الإخوة لغير أم والإخوة لأم، أن الإخوة لأم يرثون بالفرض، وأما الإخوة لغير أم فيرثون بالتعصيب. وهذا هو التفصيل في ميراث الإخوة لأم: وإن كان رجل يورث كلالة، أو امرأة يعني امرأة تورث كلالة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، الشركة تقتضي التسوية، فهم يأخذون الثلث على عدد رؤوسهم متساوين، الذكر والأنثى سواء. ثم قال جل وعلا: من بعد وصية يوصى بها، تكررت هذه الجملة في جميع آيات المواريث، مما يدل على آكدية قضاء الدين وتنفيذ الوصية قبل المواريث.
مقال غير مضار، أي بشرط أن يكون الدين غير مضار بالورثة، كما لو أقر المورث بدين وهو في مرض الموت، فإنه لا يعتبر إقراره لأنه يتهم بالمضارة للورثة. وكذلك الوصية يدخلها المضارة إذا أوصى بأكثر من الثلث للأجنبي، أو أوصى لوارث بشيء ولو قليل، فإن هذا من المضارة بالورثة، ويأتي تكملة الكلام في ذلك إن شاء الله. فإلى الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.